فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع باب القول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أبو أمير المؤمنين في الحديث عن عبيد الله هو عبد الله بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صحابي من صحابي الموعد إن شاء الله مشرف، ربنا يرضى عنك حبيبي، جزاك الله خير. قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هنا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث يعني ينكر عليهم كيف يسألون أهل الكتاب، وأنكر عليهم لثلاث. قال: كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث، وكما كان يقول ابن عباس حتى الصحابة كانوا يأخذون المتأخر بالمتأخر، وكتابكم أحدث، وكيف تسألون؟ هذه الأولى. إذن الأولى: كيف تسألونهم وكتابكم أحدث، يعني كتابكم يدلكم على ما كانوا عليه، وأيضا لكم أحكام التي تدخل تأتي متأخرة تنسخ الأحكام المتقدمة عليكم السلام. والثانية أنهم بدلوا وحرفوا الكتاب. والتحريف هنا اختلف فيه العلماء، هل حرفوا الكتاب يعني حرفوا المعنى أم حرفوا اللفظ والمعنى؟ العلماء قاطبة من الجماهير يرون بأنهم حرفوا المعنى واللفظ، ولكن البخاري ابن تيمية يرى، والبخاري أيضا يرى ذلك، وابن تيمية يرى أنهم حرفوا المعنى فقط، والصحيح أنهم حرفوا المعنى واللفظ، والدلالة ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: وكتبوا بأيديهم الكتاب، لأنه قال وقد حدثكم كتابكم، يعني أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، يعني هم بدلوه لفظا ومعنى. أما المعنى فهذا معلوم، وأما اللفظ فقد بدلوه، وقد قال الله تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كسبت أيديهم ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. وأيضا قول الله جل في علاه بأنهم اتخذوا الكتاب خلفوه خلف ظهرهم ظهريا، وقال الله تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا، ولذلك قال: وكتبوا الكتاب أو كتبوا أيديهم الكتاب، وقد غيروا وبدلوا حكم الرجم إلى الجلد والتحميم، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في الزنا في التوراة؟ قالوا: الجلد والتحميم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما يعني أتوا بالتوراة فجاء على آية الرجم فوضع يده عليه فنزعها النسلم وقال: لكع، يعني انزع يدك يا لكع. فقرأه النسلم فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثالثة: والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم، وأنتم المفروض يسألونكم أنتم عما أنزل إليهم وأنتم تفعلون ذلك. لذلك العلماء يقولون بأن الأمور الغيبية إذا تكلم بها الصاحب فإنها مرفوعة إلا إذا كان الصاحب يأخذ من أهل الكتاب. وقد اشتهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأخذ من أهل الكتاب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وابن عباس أيضا يأخذ من أهل الكتاب، لكن كان قليل الأخذ. وكما قلت أن الأصل في التعامل مع أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا الأصل في التعامل مع أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الفوائد المستنبطة من ذلك: فضيلة هذه الأمة عند الله جل في علاه، خصهم
بأفضل الكتب وخصهم بأفضل الرسل. هل هناك بآيات؟ أحسن الله عليك حبيبي. سرد ما حدث لأهل الكتاب للعظة للعبر والعظة والمواعظ وليس للأحكام. لذلك قال لا تصدقوه ولا تكذبوه. الفائدة الثالثة، المتأخر ينسخ المتقدم. أكرم كيف أنت؟ رضي الله عنك حبيبي. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.